انتخابات وهوب واحد تشارت كده مجلس الشعب هوب تشار مش عارف ايه. بس برضو يا سهل اقول لك انا هنتخب ويا ترى هيمشي الحال ولا مش هيمشي. بس هذا المشكله. بس لا بني على باطل فهو باطل، وعلى وعلى كده لا يصح الا الصح واللي عاوزاه الحكومه هتعمل. واحد يعني يخليه ما ينجحش، فتحط معاه واحد على انه هو ينجح. حط معاه الضباط ماشي على انه هو ينجح ماشي. لا تحط مع احمد شفيق ولا تحط فيه ابو الفتوح ولا تحط فيه، تحط واحد عشان ينجح. مش عارف 19000 او 29000 دلختهم من الوادي ولسه هيوصلوها 100%.